كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن واضعا لي وجوه التوبة. يا من بصعودك المجيد والكلمة صار جسدا وحل بيننا لأجلنا أخلى ذاته، ولقد ولد في المغارة متنكرا، واختبل الفقر الأقصى مولودا في مغارة، مضجعا في مذود ومدرجا في الأقمطة، وفي هذا الفقر ظهر غنى لاهوته متلألئا. لهذا فإن السماء قدمت له المجوس بواسطة النجم كباكورة الأمم وسابقي الكنيسة بحسب القديس يوحنا الذهبي الفم، وملاك من السماء أعلن مولده للرعاة الساهرين، وجمهور الملائكة بشروا به من السماء بالتسبيح: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي أناس المسرة، معلنين بأن مسرة الله للبشر هي السلام، هذا السلام الإلهي الذي يفوق فهم العقل، يأتي إلى العالم بكلمة الله المتجسد يسوع المسيح، إنه رسول الرأي العظيم ورئيس السلام وشمس البر. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. احتفلت الطوائف التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد بأجواء محزنة وأليمة خالية من أي مظاهر احتفالية، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين عامة وغزة خاصة. فقد استقبلت مدينة بيت لحم نيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية والمعتمد البطريركي لبطركية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة للسريان الأرثوذكس والوفد المرافق، وبحضور ممثلي المؤسسات الرسمية، حيث أقيمت صلاة في كنيسة السريان وتقبل التهاني في قاعة الكنيسة. أشرق في قلوبنا نوره من خلال ولادته في مغارة في بيت لحم، ونحن من بيت لحم، من المكان اللي أعلنت فيه السماء رغم ظروفنا الصعبة، من المكان الذي أعلنت فيه السماء البشرى السارة اللي قال فيه الملاك للرعاة: هأنذا أبشركم بفرح عظيم، قد ولد يكون لجميع الشعب، قد ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. ورغم ألامنا وصعوبنا، صعوبات اللي عم نعيش فيها والضيقات اللي عم نمر فيها، رغم الحرب، رغم الدموع، رغم الأحزان، لكن واثقين في رب المجد اللي أخلى ذاته لابسا جسد عبد لينقذ الشعب، لينقذ الشعب، لأنه دعي يسوع، ويسوع أتى ليس لكي يحررنا من المظاهر الخارجية ومن الأوضاع الخارجية وتكون أوضاع أفضل، لكن لكي يخلص شعبه من خطاياه من جوا لبرا، حتى يظهر للناس أجمعين سلامه اللي يفوق العقول، سلامه اللي قال فيه: سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. من بيت لحم صلاتي بهالسنة المميزة اللي تمر علينا بفرح لكن بغصة، ومتسربلة بالأحزان والدموع والبكاء، صلاتي أنه تكون سنة اختبار لولادة جديدة لرب المجد يسوع بقلوبنا، ليعم السلام رغم الألم ورغم وجودنا في آتون النار، يكون نكون نعيش في سلام داخلي من جوا، لأنه قال: هأنذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. كما استقبلت المدينة الأنبا الدكتور أنطونيوس النائب البطريركي للأقباط الأرثوذكس بحضور حشد من الكهنة، ومن ثم
توجه الوفد لتقبل التهاني وإلقاء كلمة للمطران عبر فيه عن حزنه وألمه لما تتعرض له البلاد من حروب. احنا طبعا في من بيت لح كنيسة مهد الأنبياء ومن هذه الأرض التي ولد فيها السيد المسيح نقدم التهنئة بميلاد السيد المسيح إلى كل العالم. وإن كانت بيت لحم دائما مثل عروس مزينة لرجلها في هذا اليوم، ولكن كما قلت في هذا العام هذه العروس فستان العرس مبقع بالدماء، دماء الشهداء ودماء المصابين وحزن الأسر على المأسورين. نحن نشارك الجميع في أحزانهم وفي مصابهم، ونرجو من الله أن يكون بهذا العيد ميلاد ملك السلام يحل السلام على الأرض، ويعطى الله الحكمة للمسؤولين في التريث وإحكام العقل، وأن يكون هناك مساحة للفكر والعقل وليس للقوة وللبطش. وكما كان أيضا استقبال رسمي لغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث، وكان بالاستقبال كبار المطارنة والكهنة والشمامسة إذانا لإقامة قداس منتصف الليل الذي حضره ممثل جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن السفير عصام البدور، وممثل الرئيس محمود عباس الدكتور رمزي خوري، وقنصل اليونان والوزراء وممثلو المؤسسات وحشد من المؤمنين. نحن في هذا اليوم المبارك بذكرى ميلاد يسوع المسيح تختلف عن باقي السنوات التي خلت بسبب الأحداث في غزة، واختصرت بقرار من البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس والبطاركة ورؤساء الكنائس بأن تقتصر هذه الاحتفالات على المراسيم الدينية احتجاجا على ما يحدث في غزة من قتل. وأصبح الإنسان والأسف الشديد الذي يمثل صورة الله ومثاله لا قيمة له. نحن نقول لأهلنا في الدول العربية في سوريا وفي العراق وفي الأردن وفي فلسطين، عليكم أن تبقوا في دياركم في مساجدكم في كنائسكم، ونقول لكم دائما يجب أن نكون على قلب الرجل واحد ومتفائلين بنعم وبركات ربنا ملك السلام خالق الأشياء المنظورة غير المنظورة، هو القادر على كل شيء. كما استقبلت أيضا مطران الأحباش رئيس الأساقفة أبونا إمباكوم مطران كنيسة الأحباش الأرثوذكس في القدس والأراضي المقدسة. نحن رسالتنا في هذا العيد المجيد عيد سيدنا المسيح له المجد من بيت لحم من كنيسة المهد أن يعم السلام على فلسطين وبالأخص على الشعب في غزة، لأنه هذا ليس بعيد بينما إخواتنا في غزة يضحوا بما هو غالي ورخيص. لا نشعر بفرحة العيد قطعيا في هذا العام بالذات، لأنه كافة المراسم وكافة الستاتيكو تم تغييره أخذين بعين الاعتبار الظروف القاهرة التي يعيشها وطننا في فلسطين. نتمنى السلام على جميع أبناء العالم، ونتمنى أن يكون هذا السلام سلام منصف وحق لإعطاء كل ذي حقه، فبالتالي سلب الوطن ليس بشيء سهل. الاستيطان والاحتلال هما السبب الرئيسي لجميع هذه المشاكل. إذا لم ينتهي هذا الاحتلال ولم تتوقف هذا الاستيطان ولا يعود الشعب الفلسطيني بكافة مهجرينه إلى أوطانهم، لن يوجد في كنيسة المهد أعياد مستقبلية. هذه هي مدينة بيت لحم التي كانت في هذه الأثناء تشهد احتفالات بحضور آلاف من الحجاج. الآن بيت لحم مهد المسيح تعيش أوقات صعبة كما الحال بباقي المدن الفلسطينية، لكن بميلاد الطفل يسوع طفل المغارة نتمنى أن تنتهي الحرب ويسود السلام. بنحكي عن بيت لحم الحزينة إنه فيش بهجة أعياد، ولا في إنه بسمع لوجوه الناس، ولا في إنه يكون في سلام بين الناس وهيك. فأنا أوجه رسالة إنه يكون في بهجة أعياد لكل سنين، وبتمنى إنه يعم السلام على كل الدنيا.
نتضرع إلى الطفل الإلهي لأن يكون العام الجديد عام سلام تنتهي به الألام والأحزان والحروب. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you. To your justice, the King's Son, he shall go. First of all, I would say, my dear brothers and sisters, that we are, at least I am very happy to be here today. Bukan, Midian, Waifa. كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهبا ولبانا يبشرون بتسابيح الرب كلام الرب. Go before us with heavenly light, O Lord, always and everywhere. يعد موقع عماد السيد المسيح المغطس وجهة الكنائس للحج المسيحي ومقصدا للحجاج المسيحيين من كل بلدان العالم في شهر كانون الثاني من كل عام. حيث يستقبل على مدار العام آلاف الزوار والحجاج من شتى الكنائس والرعايا المسيحية المختلفة، كما يعد وجهة لمسيحيي الدول العربية والأوروبية دون استثناء، حيث أن إدارة الموقع تقدم على الدوام كافة التسهيلات للزوار والحجاج، إضافة إلى أنها مستمرة في النهوض بالموقع وتوفير أفضل الخدمات للزوار. وخلال العام الماضي استقبل المغطس حوالي 213 ألف زائر وحاج من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، علاوة على زواره من الأردن والبلدان العربية. تم اكتشاف هذا الموقع عام 1997 بعد أن غاب الحج عنه قرونا طويلة بفعل الحروب والاقتتال، وطمست معالمه بفعل العوامل الطبيعية خلال ما يزيد على 1500 عام. ويعد المغطس من أهم الأماكن الدينية لدى المسيحيين في العالم، لأنه المكان الذي تعمد به السيد المسيح، ويبعد عن العاصمة عمان حوالي 50 كيلومتراً، ومنه يمكن مشاهدة مدينة القدس غربي نهر الأردن وجبل نبو إلى الشرق منه.
ويعتبر المغطس ذا قيمة مضافة إلى الدخل السياحي بالأردن باعتباره قبلة هامة للحج المسيحي وبخاصة من دول العالم الغربي، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير السياحة الدينية في المملكة وترويجها إلى دول العالم كافة. ومن أبرز المباني الدينية الموجودة في موقع المغطس كنيسة يوحنا المعمدان التي تم اكتشافها على مسافة 300 متر شرق نهر الأردن. كما شهد موقع المغطس إقامة مبان جديدة منها إقامة بيت للحجاج الروس بمساحة 10 دونمات، وذلك استجابة لطلب الكنيسة الروسية. تلاها إقامة الكنائس القبطية والأثيوبية والسريانية والأرمنية وغيرها. وقد كشفت الحفريات في المنطقة أثار كنيسة بيزنطية كانت قد بنيت في عهد الإمبراطور أناستاسيوس، كما يوجد في المكان عدة أبار للماء وبرك يعتقد أن المسيحيين الأوائل استخدموها في طقوس جماعية للعماد. وقد قامت دائرة الأثار الأردنية بترميم الموقع الذي زاره قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، وأعلنه مكانا للحج المسيحي في العالم مع 4 مواقع أخرى في الأردن هي قلعة مكاور وجبل نبو ومزار سيدة الجبل في عنجرة ومزار النبي إيليا في عجلون شمال المملكة. وفي ذات المكان المقدس كشف علماء الآثار عن 21 موقعا أثريا، بما في ذلك 5 أحواض من العصرين الروماني والبيزنطي ودير بيزنطي و11 كنيسة بيزنطية، علاوة على كهوف كان يستخدمها الرهبان والنساك واتخذها الحجاج مساكنا لهم في الموقع. كما زار قداسة البابا الراحل بنديكتوس 16 موقع المغطس خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة عام 2009، ووضع قداسته حجر الأساس للكنيسة اللاتينية التي تم تشييدها على الجهة الشرقية من نهر الأردن المبارك بحضور 10,000 من المواطنين والحجاج. وفي عام 2014 وخلال زيارته التاريخية للأردن قام قداسة البابا فرانسيس برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بزيارة المغطس، حيث زار قداسته موقع عماد السيد المسيح وصلى فيه، كما انتقل إلى نهر الأردن وأدى صلاة على ضفته الشرقية. كما تم زيارة الموقع من قبل قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عام 2016. وبهذه المناسبة المجيدة، مناسبة عيد الغطاس أو كما يسمى بعيد الظهور الإلهي، ندعو المؤمنين في كل بلدان العالم إلى زيارة الأردن والتبرك بمياهه المقدسة في موقع معمودية السيد المسيح. كما نشكر الرب على نعمة الأمن والاطمئنان التي يحظى بها هذا البلد الذي يجسد أهله أنموذجاً للعيش المشترك بين أبنائه. صحف والـ200 اللي احنا قدرنا نحصيهم في مناطق هذا الجانب، هذه ارقام صادمه، ولكن الصادم ان نستغرب من ذلك، لان هذا الاحتلال يمارس هذه السياسه من اجل احنا ما بنقدر، احنا بنروح بقتلونا، يعني شف يعني اذا ما في مناطق عسكريه مسكرينها بعد انتهاء الحرب فترات طويله في وجه مغطرسه القرارات الامريكيه. مدينه غزه وشمالها بشكل كامل تم كل المؤسسات الثقافيه والمسارح تم استهدافها بشكل كامل. بالتالي احنا بنتحدث معليك عن 42 مؤسسه ثقافيه تم تدميرها في مدينه غزه وشمالها. طبعا مدينه غزه وشمالها يشكلان ما من مجمل السكان 60% تقريبا من سكان او يعني
59-60% من سكان قطاع غزة، ومساحة 42% لمنطقة من وادي غزة والشمال. بالتالي تم استهداف جميع المؤسسات الثقافية في مدينة غزة وشمالها. استشهد حتى آخر، يعني إحنا حنصدر تقرير بعد يومين حول الشهر الثالث لخسائر القطاع الثقافي، عم بحضروا فيه فريق الوزارة في غزة وفريق الوزارة برام الله، واستشهد أكثر من 45 فنان وكاتب وكاتب، منهم كما ذكرنا الأستاذ سليم النفار الشاعر الكبير، استشهد بعض أطفال فرقة الدبكة، فرقة أطفال فرقة، وحنا سجلنا مع ليكي بدعم الأردن ودعم الأشقاء، صحيح الدبكة على قائمة التراث العالمي، ولكن لم نتمكن من الاحتفال بهذا الانتصار الكبير لأنه كان في وقت الحرب، يعني أجل القرار. بالتالي خسائر القطاع الثقافي من المبدعين شملت ملحنين وموسيقيين وفرق دبكة وشعراء وروائيين، وكانت هذه الخسارة كبيرة بجانب بعض الفنانين التشكيليين. أيضا خسارة القطاع الثقافي شملت أن معظم الفنانين الفلسطينيين خسروا مراسمهم ولوحاتهم بالمناسبة، وأنا قابلتهم كلهم، يعني كلهم كانوا معي في منطقة النزوح في رفح، وقابلت جملة كبيرة منهم، درر فنية تم تدميرها لما تم تدمير جاليري اللقاء في شارع عمر المختار في مدينة غزة. عمر النبر عضو مجلس النواب الأردن، الله يمسيك بالخير. مساء الخير يا هلا، شرفت بالخير. يعني أنا من زمان وأنا أقول بدنا نكسبك في هذا. أنا اللي تشرفت. الله يخليك. شكرا على قبول الدعوة وعلى تشريفك، وأنا بعرف برنامجك مليان. قديش إلك بمجلس النواب؟ هاي السنة الثالثة. السنة الثالثة ودخلنا بالسنة. هذا الدور الأردني، هذا الجهد الأردني ترى ينعكس في موقف في العلاقة ما بين الأردن والفاتيكان. أنتم النواب كنتوا بروما، نواب المسيحيين. صحيح. بدنا تحكي لي من طقطق السلام عليكم عن هذه التجربة. نعم، هي فعلا تجربة رائعة بدعوة كريمة من الفاتيكان للنواب المقعد المسيحي في الأردن. كما يعلم الجميع أنه هناك تم تنصيب كاردينال لأول مرة من 100 عام أو أكثر في القدس، بطرك القدس أصبح كاردينال. ودعوة إجت من الفاتيكان. جاء بالفاتيكان. جاءت دعوة كريمة من الفاتيكان لنواب المقعد المسيحي، ولباها نواب المقعد المسيحي، وذهبنا للفاتيكان، وكان لنا الشرف أولا بلقاء قداسة البابا والسلام عليه، بالإضافة للقاء وزير الخارجية الفاتيكان. والأهم شاركنا بالاحتفالية بتنصيب الكاردينال بيير باتيستا، اللي كانت من يعني بمستوى عالمي، مستوى رائع. كان مقاعد، وكان طبعا في تمثيل للحكومة الأردنية، سعادة السفير الأردني في روما كان ممثل، وأمين عام وزارة الخارجية كان حاضر عن الجانب الأردني، وجلس الوفد الأردني والوفد الفلسطيني، حاطين لنا أول مقاعد بين كل مقاعد الدول اللي حضرت. كان في طبعا عدة تنصيب عدة كرادلة، ولكن كان مقاعد الأردنيين والفلسطينيين تقديرا من روما للوفد رفيع المستوى أنه يجي نواب، ويجي كمان الوفد الفلسطيني كمان كان عالي التمثيل، ورأينا احترام واحتفالية رائعة في هذا التنصيب. كيف شفتوا يعني صورة الأردن هناك؟ فعلا زي ما ذكرت سابقا، الأردن مقدر أبعد الحدود. الأردن بدناش نحكي التعايش، لنحكي المواطنة بين المسيحيين والمسلمين مقدرة، خاصة بمنطقة ملتهبة، منطقة هناك تهجير كبير لإخواننا في عدة دول. ولكن في الأردن بيعرف الكل، قاسي والداني، وخاصة بالوفود المشاركة، والجميع يعرف على العلاقة الوطيدة بين الشعب الأردني الواحد من مسيحيين ومسلمين.
بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، قامت كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في إربد، ولتشجيع الأهل لدعم أطفالهم بالاستمرارية على حب الكنيسة والغير، حبت الرعية إنها تعمل يوم مفتوح لطلاب مدارس الأحد. هالنشاط كان على فترتين، بلشنا النشاط برسم على وجوه الأطفال، وبعديها فقرة الحزازير والأسئلة، وكلها من شخصيات الكتاب المقدس، وأكيد الجوائز العينية يعني كنوع من التشجيع لهم. ومع المرشدين بكل مجموعة حضروا حالهم لفقرة خفيفة لطيفة من الألعاب، وأكيد الجوائز اللي ما بتخلص. وبعد هالنشاط صار بدها وجبة خفيفة لطيفة، وأكيد باركها الأبونا ذي يونيسيوس حداد كاهن الرعية. ميلاد مجيد ومواسم مباركة وسنة خلاصية على الجميع. بنعرف إحنا الآن في فترة الميلاد المجيد ورأس السنة، فترة احتفالات، بنحتفل بميلاد ملك السلام ورب المجد، ولكن هذا الاحتفال شابه في التوقيت بعض الأعمال الوحشية والدمار اللي في أهلنا في غزة، فلوثت علينا احتفالنا. ولكن رسالتنا احنا في الكنيسة دائما أنه نعلم أبنائنا وأطفالنا في الكنيسة أنه كيف نشعر ونحب الآخرين. اترأينا أنه بالفترة هاي من خلال المحبة والفرح أنه نزرع في قلوبهم الانتماء ومشاركة الآخر في أحزانهم. مشان هيك عملنا اليوم مشاركة ولقاء بين الأهل وبين الطلاب، نوريهم إيش يعني العطاء، إيش يعني المحبة، إيش يعني السلام، إيش يعني تكون أنت في محب، تكون أنت في بركة، يكون عندك احتفال هدايا تشاركها مع أطفال الآخرين اللي بيكونوا محزونين ومحرومين من هاي البركة. فهاي كانت رسالتنا اليوم من خلال البرنامج اللي عملناه لقاء مدارس الأحد، وعملنا لقاء يليه مع الأهل عساس نوصل ونعزز هذا الانتماء عند أطفالنا من خلال الكنيسة ومن خلال مدارس الأحد. وبالفترة الثانية للقاء التقى الأهل وطلاب مدارس الأحد مع الأبونا ذي يونيسيوس حداد راعي الكنيسة، والأبونا أثناسيوس قاقيش وهو الرئيس الروحي لمحافظات الشمال، وكان في هيك دردشة روحية بسيطة وممتعة كمان. غزة وأطفالها في القلب وبكل نشاط حاضرين، وبصراحة هالنشاط أساسه السكتش اللي بيعبر عن محبة ومساعدة الغير، وإنه نعرف كيف نحس ونشعر معهم. وبعدها عرضوا مشاهد من الحياة المأساوية اللي بيعيشها القطاع مع تعليق صوتي. الحرب، وهيك صارت بيوتهم، وهيك صارت شوارعهم، وهيك صارت مدارسهم، وهيك صاروا أطفال غزة. ما في بيت، ما في أكل، جوعانين، بردانين، خايفين، ما في عندهم ميلاد، ما في عندهم شجرة، وما في عندهم احتفالات. وعلى شجرة الأمنيات علقوا أمانيهم وآمالهم، وبكل أمنية مكتوب آية خاصة فيها من الكتاب المقدس. نشاط اليوم هو كان رسالة هدفها حتى لو في فرح وأنشطة بهاي الظروف اللي بتمر فيها البلدان العربية، وخصوصاً المجازر الوحشية بقطاع غزة، إلا إنه كنائسنا ما بتنسى الغير، فهاي رسالتها اللي هي المحبة والفرح. وكل عام والجميع بمحبة وسلام. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.
البداية يعني طبعا الموضوع اللي اخترناه هو مضبوط مطروح على الرزنامة الآتي المورود في مغارة التلاحم هو في يوحنا الفصل الأول، ولذلك سوف أقرأ بعض الكلمات حتى نتعرف من خلال هذه الكلمات في الآيات نعم. على شخصية المسيح نعم. يقول في البدء كان الكلمة نعم. والبدء هنا أبونا من البداية يعني طبعا الموضوع اللي اخترناه هو مضبوط مطروح على الرزنامة الليتورجية والطقس الغربي. طبعا احنا الطقس الشرقي بيحتفلوا بعياد الميلاد والأعياد الغطاس والعماد بتواريخ مختلفة، وتساؤلات الناس على اختلاف هذه التواريخ. طبعا نرجع من عيد نحن نفس الأسباب على اختلاف التواريخ لعيد الفصح وزمن الأربعيني، لكن كمان الأسئلة اللي بتنطرح على المشاهدين والمستمعين، وكثير لما منحط مثل تهنئة في أعياد الميلاد والغطاس والعماد، والسنة هذه دخلت كل التواريخ في بعضها، يعني إجت السبت وإجت الأحد والناس عم بتصلي بين غطاس وبين العماد وبفترات متقاربة. فجاء السؤال، التسلسل الزمني بهذه الأعياد من وضعه في الكتاب المقدس، وخاصة أن قصة الميلاد مش موجودة بكل الأنجيل الأربعة. هنا منذ اللحظة الأولى من تكون الفكر المسيحي بالميلاد قيل لنا إن المسيح يأتي للجميع بما فيهم الفقراء أولا، والكنيسة اليوم كما يقول دوما البابا فرانسيس هي كنيسة الفقراء، كنيسة المهمشين، كنيسة الذين يعيشون على طرف المجتمع، هي كنيسة الكل بما فيها أولا الفقراء، وهي كنيسة الغرباء، كنيسة لكل البشر ليس لأهل العهد القديم فقط. ولذلك صاروا شركاء في ميراثه في ملكوت السماوات وجسده ودمه، ويعود ذلك للبشارة. ولذلك اللقب الذي أعطي لمار بولس فيما بعد رسول الأمم، من الأمم منهم المجوس وغير المجوس، من يونانيين وعرب وكل البحر المتوسط ورومانيين وأغريق، هذا معنى انفتاح المسيح بمولده في مغارة بيت لحم، انفتح على العالم الفقير، على العالم المهمش، وعلى عالم الغرباء ليكون للجميع. وهذه الزيارة هي تأسيسية لقول المسيح يوما ما: اذهبوا وعمدوا، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. نعم. بس هذا التسلسل الزمني احيانا بيصير في هذا اللغط والخلط مع الناس بسبب التقارب التواريخ مع بعض، يعني امتى ولد صار بده طيب مجوس، وبعدين صار بده يتعمد كله قريب من حتى بعض. حتى اقرب الفكره لإلك وللمشاهدين. نعم انت متى تاريخ ميلادك؟ تحكيش السنه حد ما يخوش عمرك. شهر ايلول 7/9. بلاش نحكي السنه، تمام خليها سريه السنه. اوكي اذا ولدتي في شهر ايلول. نعم. اي يوم؟ 7 ايلول. نعم. واي يوم تزوجتي؟ 7/9 كمان. 7/9 عشان ما نخربط. معنى انت بتحتفلي ميلادي في ميلادك وزواجي. وزواجك في نفس اليوم. نعم. انت عندك ثانية ميلادية واحدة. نعم. كل احداث حياتك بدك تحطيها في هالسنة. نعم. وذلك تظهر كل هاي التواريخ متقاربة. متقاربة. نعم. يعني واحد بيحتفل في عيد ميلاده مثلا في شهر 1. نعم. عيد تخرجه من الجامعة في شهر 4. نعم. خطبته في شهر 5. نعم. زواجه شهر 9 زي لك انت. ولكن هذول تموا بسنوات متفرقه. طبعا متفرقه بعيده. انت بدك تجمعيهم بما انه احنا بندور في سنه شمسيه دوره. نعم. بتبدا السنه الشمسيه بتبدا في 1/1 بندور 365 يوم وخمس ساعات و49 دقيقه وكذا ثانيه حول الارض حول الشمس. نعم. فانت بدك تحطي كل احداث حياتك فبتطلع متقاربة. هلا انت يوم ميلادك ويوم زواجك. نعم. نفس اليوم بس سنوات مختلفة. طبعا. كذلك احنا بدنا نجمع كل احداث حياة المسيح بالسنة الشمسية زي ما نجمع احداث حياتنا. نعم. بنحطهم مع بعض فبطلعوا ايش؟ نعم. متقاربات، ولكنهم يعودوا الى سنوات مختلفة. يتجلى نهر الاردن. نعم. حيث توحدت السماء بالارض
وتجلت جوهر إيماننا اللي هو الآب والابن والروح القدس. نعم. فأنا سؤالي لأبونا حنا وشكرا جزيلا على هذا الطرح المستنير اللي قدمت لنا إياه اليوم يعني. وأتمنى أنه أن كل الكنائس إنها تتطرق إلى هذه المفاهيم بدقة. أشرت أنه إلى اعتباد المسيح رسالتنا شرقية وفي نهر الأردن. نعم. أبونا مسؤوليتنا تجاه هذا النهر يعني إحنا بكرة كلنا بدنا نروح نحج على نهر الأردن ونرتل أنتم الذين بالمسيح اعتبدتم. نعم. مسؤولية الكنيسة، مسؤولية الفاتيكان وكل مسيحي مرتبط بنهر الأردن، اللي بوجه تحية برضو كبيرة للدكتور محمد وهيب اللي أكد أنه بوادي الخرار في شرق الأردن. نعم. أبونا هذا النهر يعني هناك من يعمل على تجفيف منابعه والكل يعلم هذا الحقيقة، بعد أن أدرج ب 2015 أعتقد على التراث العالمي. ما هي مسؤوليتنا للحفاظ على هذا التراث أن يصل إلى عالميته كما يجب؟ وهذا يعتبر شريان السياحة للأردن وشريان الإيمان لكل مؤمن. وهذا النهر هو كالقصبة الهواء في صدر الإنسان. نعم. كالمجرى الذي واحد بين الرئتين الأردنية. نعم. والفلسطينية. نعم. ويجمع رئتي الأردنية والفلسطينية. نعم. وهذا النهر مظلوم لأنه تم عليه الاحتلال. نعم. ونسأل الله أن يكون هذا النهر من جديد نهر نعمة ونهر سلام ونهر شفاء، وكم نحن بحاجة إلى شفاء مياه الأردن. بالنسبة للظهور. نعم. حتى أكرر فكرة الظهور إليك. الظهور. نعم. معناه الإشهار. نعم. والكلمة الإغريقية القديمة المسيحية إيبيفانية التي تجمع عدة أحداث. نعم. وحتى أقرب معنى الظهور لإلك بتعطيك مثل بسيط واقعي. نعم. من حياتنا اليومية. مه. عندما يولد طفل لعائلة. مه. أب أم جاهم ولد ولا بنت. مه. هذا الأمر هو أمر خاص بخص الأب والأم وهالطفل. مه. بعد ما يولد الطفل يتم الإعلام، التخبير، الإعلام، الإشهار، بتخبروا عماته وخالاته وإخواله وعمامه وجدوده وقرايبه وأب الولد وأم الولد في مكان إذا بيشتغلوا في العمل بيقولوا إحنا جانا ولد أو جتنا بنت، بيباركوا لهم يجيبوا لهم الهدايا، بيجيبوا زور الطفل. نفس الشيء تم مع يسوع. نعم. لما ولد يسوع في بيت لحم. نعم. هذا أمر تم بين العذراء ومريوسة. وأول إبلاغ عنه، أول إشهار إله، أول إظهار إله، أول إيبافانية إله هي الملائكة. الملائكة لما بشرت الرعاة. نعم. ثاني تبليغ. نعم. هو المجوس. نعم. لما أتوا وزاروا المسيح. نعم. فظهر المسيح أمام الأمم ممثلة بالوثنيين. نعم. المجوس. إيه؟ نعم. وهنا تبليغ ميلاد المسيح لم يتم للملوك الحاكمين في القدس أو في نواحي القدس أو في البلاد المجاورة، تم للمجوس العاملين هم الوثنيين العاملين بالفلك. نعم. وتم للفقراء. نعم. ولذلك كلمة إيبفانية تطلق على هاي المرحلة.